نشوفها. راح نروح نشوف مع نجلة مين بده يتجوز، مين بده يطلق، مين حظوظ، مين حابب، مين مو حابب. صباح الخير. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا مدام. صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير، ايامكم سعيده. اليوم 27 تشرين الاول، يعني كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال المشتري للحظوظ سعيده متقدما في برج القوس، عطارد للزكاة للاوراق للسفر، الى جانب الزهره اللي هو الحب للارتباط، ثلاثهم في برج العقرب، والمريخ ما زال في برج الميزان. يعني هاي الخريطه الفلكيه لازم تعني انه مواليد برج السرطان، الحمل، الجدي شوي لازم ينتبهوا صحيا، مواليد برج الثور، الاسد، الدلو لازم ينتبهوا ماليا عمليا، لا امور الماليه كثير مريحه ولا العمل بافضل حالاته. اول اخباري العزيز لمولود برج الحمل، لا تكون اليوم سريع الغضب، اليوم شوي عصبي، بس عصبيتك ما راح تحل لك المشكله انا متاكده، لانه انت اصلا بس تعصب يعني ور تخرب الدنيا الا شوي، صوتك عالي وممكن كلماتك تسبب لك اليوم فهم خاطئ. نصيحتي لك اليوم تروق وتهدى وتحاول تصمت قدر المستطاع حتى لو في نوع من انواع الازعاجات حواليك، وما تهمل مواعيدك لانه اليوم بالغالب في نوع من انواع التاجيل. مولود برج الثور اليوم للعمل المرهق، مو فاضي يحك راسه الحقيقه، واليوم عم يتواصل مع الاخرين، حاس حاله غارق بالمشاكل. احيانا بيجينا يوم مثل هذا اليوم تبع تفاصيل صغيره صغيره ولا شيء محرز، بس انه بنحس عم بنروح وقتنا باشياء صغيره انت بتعرفها ويمكن ما بايدك عم بيكون حلها. اليوم في نوع من انواع الانشغالات، ومولود برج الثور عموما لازم ينتبه صحيا. مولود الجوزاء الامور جيده، عم بتبرمج عقلك لتقود محيطك للافضل. اليوم في مجالات للنقاش، للقاءات، للعلاقات، للتواصل، للراحه، لتوضع النقاط على الحروف ولتسوي عموما اوضاعك. مولود برج السرطان، انت اللي مو كثير مرتاح، وانا اعتقد في قصه عائليه قلقتك، اتمنى ان لا تكون صحيه. عموما الامور ليست في افضل حالاتها، صار لك يومين ثلاثه شوي حواليك كركبه، في شيء مو عاجبك، في شيء من الشكوك، من الحساسيه، من الغيره، يمكن من ضيقه الخلق، يمكن مع انه مولود برج السرطان بحب هذا الطقس الممطر، يعني بحب هاي الكنكنه تبعت الشتويه، بس اللي هي في شيء داخل المنزل مو معلق صوبيا مثلا، فهي قصه ممكن تقلقه، مو ماده سجاد مثلا. صباح الخير لعزيزنا مولود برج الاسد، اليوم للحركه، للنشاط، للعلاقات العامه، للتواصل مع محيطك، ليكون في فرج ان شاء الله وللجميع من اقرب الناس لك. اليوم امورك العاطفيه والشخصيه تعتبر الافضل، مولود برج الاسد والكواكب تدعمك. طبعا بدك تنتبهوا انه فيكم تراسلونا اليوم على 18/45 بيوم شهر سنه واسم، اذا كنتوا حابين تعرفوا تفصيل اكثر. مولود برج العذراء اليوم ادعوك لمراجعه حساباتك، لانه اعتقد امورك الماليه ليست في افضل حالاتها، مو بيعني انه الامور سيئه، بس غالب نقاشاتك ماديه اليوم، عم تسترد حقوق، عم ترتب، عم تنظم، بس وارد يكون في اعطال لا سمح الله، أو سفر، أو قصص عم ترتب فيها أمورك المالية وتدفعك للإسراف أكثر مما يجب. مولود برج الميزان اليوم أموره العاطفية والعائلية مستقرة، طبعاً بوجود المريخ في برجه عم بيخلي الأمور ماشية باتجاه الأفضل، والحقيقة عم بتعيش محادثات اليوم لترتب أمورك، في عندك نوع من أنواع الضغوط اللي قادر تتعداها أو هيك تمرق عليها وتحلها بالمجمل، ما عندك عدائية اليوم، بالعكس صوتك هادي حنين سعيد مع الأصدقاء، ويمكن عم تفكر بقصص جدية. مولود برج العقرب، لا تضخم الأمور، لست في حالتك الأفضل، الحياة بين مبارح واليوم في شيء سلبي، في شيء ممكن يكون له علاقة شوي بالتشويش، أمورك المعنوية ليست الأفضل، نفسك تعمل 100,000 قصة ما عم بتكون متاحة. على يمكن أحد القصص أنه نفسك تضل نايم بتخت مثلا متلحف وهيك مبسوط بهذا الطقس الشوي هيك ماطر، بس للأسف مو هذا اللي عم بصير. اليوم انشغالك كتير وعم بتدور على أساس أمتن بعلاقاتك. مولود برج القوس اليوم اجتماعيا جيد جدا، استقبل ودعا، الأمور داعمة لألك، حظوظك مناسبات، صداقات، اجتماعيات، سفر أو أصدقاء جدد. مولود الجدي، انت اللي اليوم متعب، واكثرنا تعبا الحقيقه على قائمه الابراج، يمكن لانه اكثر حدا مضغوط من الاخرين، يعني المشكله هو يمكن ما يكون عنده شيء مولود برج الجدي ما عدا الامر الصحي لازم ينتبه له لاله او لاحد المقربين، بس اعتقد اليوم الناس اللي حواليك ضاغطينك بطريقه ما، ومحتاج انك ما تعاند، تنسجم مع ما يحصل. عموما في نوع من انواع الاحباط، انا ما قلت لا،
إذا مو اليوم فكان مبارح، اليوم لسه أثاره. على فكرة مواليد برج الجدي أحد الناس اللي ما بيقدروا ينفضوا التوتر فجأة ويرجعوا طبيعيين، مثل مواليد برج الدلو اللي خلال خمس دقائق بكون نفض التوتر والعصبية ورجع غير واحد مزدهر. مثل اليوم علاقاته جيدة، الشريك يمكن حاسه على حق، أوساط مشجعة، عموما في دعم، في ثقة بالنفس، في قصص العلاقة بمواقف إيجابية أو عم تاخد قراراتك بشكل صحيح وصائب. مولود برج الحوت كمان اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، على الأقل ممكن تسمع بترقية أو تسمع بورقة أو تعاتب أو يكون عندك اعتذارات ممكن تكون جيدة. يعني اليوم أنا بعتبره يوم جيد عموما لمواليد برج الحوت. مواليد برج اليوم اللي هو 27 الشهر الأول، كل عام وأنتم بخير. شديد الجاذبية، محب، شديد الذكاء طبعا، عنده حاسة سادسة كبيرة جدا، شكاك، من الناس اللي بيعرف كيف يسعد من حواليه، لا تكذب عليه أبدا ولا تفكر تخدعه، لأنه من الأشخاص اللي ما يريده يصل إليه بأقل جهود. وقت تكذب عليه حيحس عليك وحيعاقبك، يعني على الأقل رح يبعدك عن حياته. عموما من الأشخاص اللي بيدخلوا بأدق التفاصيل وبينتبهوا عليها، له أعداء كثر لكن له أصدقاء كثر كمان، وأصدقائه من النوع الدائم عموما، ميال للعظمة، أصدقائه قلة مثل ما قلنا لكنهم دائمون. سنة للسعادة، للأمور المالية، للسفر، للقصص العقارية يمكن، أو القصص اللي ممكن تكون إيجابية بالنسبة لك. وسنة أنا بعتبرها مهمة على كل المستويات بالمتبقي منها، ولو بضل بهاي السنة يوم أنا بظن أنه في شيء رح بارك لك فيه ورح يغير لك حياتك إذا أراد رب العالمين. براءة كأنه يسعد أوقاتك على 18-45 طبعا، براءة مواليد 18-10، والله رح تختم السنة أنا أرجح أفضل مما بدأت يا براءة. أنا بظن الأمور العاطفية تعتبر الأفضل. دلال بنت ريما، يسعد أوقاتك يا بالدلال. دلال الـ 11 والـ 12 هي أشهر للبدايات الجديدة، حتى لو القصة لها علاقة باسترجاع علاقة أو استرجاع مال. دلال وارد يكون في شيء من هذا القبيل. سناء بنت ابتسام 91، يعني إذا عم نحكي بس مال فالأمور جيدة أنا برأيي، والمتبقي من السنة جيد بالنسبة لك يا سناء. الشيء العائلي هو اللي ممكن يكون مصدر تعب، وخاصة خلال الشهر القادم تراجع وطارد يعني بالنسبة لك حصريا تعب عائلي، فأعتقد كل الشهر القادم تقريبا ما كتير مريح عاطفيا. شو برجع؟ شهرة اللي بيتعب عائليا، أصدق عائليا إذا عطارد. تراجع عطارد قوس جوزاء على القوس قوس كمان كمان عملية دغري. ليكني تلميذ نجيب أنا. رح ناخذ مسج رح ناخذ مسج من صفحتنا على الفيسبوك صباح الخير على قناة سما، من سيرين بنت سهير 11-12-92 عن كل شيء. السنة القادمة يا سيرين، رغم أنه أنا بعتبر المتبقي من السنة ما أنه سيء، 12 الأول الثاني أنا بظن هون في شيء خطوة مهمة بالنسبة لألك سيرين، بس هي صينياً أنت من مواليد 92 اللي السنة القادمة سنة حظ مطلق تقريباً بالنسبة لألهم، يعني أنت أفضل الأمور أفضل الحظوظ بالنسبة لألك لتغيير أساسي، وسنة ما بظنك رح تنسيها. يعني حتقولي أنه أنا بال2020 عملت كذا، أنا بال2020 يعني هيك، أنه في بصمة بحياتك ممكن تكون إيجابية جداً. على 2-3-93 أمورك جيدة يا علاء، ولكن في العام القادم وليس هذا العام أنا أعتذر، رغم أنه المتبقي من السنة جيد علاء ما نسيء، بس يعني إذا عم نحكي عن تغيير بدها للسنة الجاي. على كل الأحوال قليل الأبراج اللي عم بيكون عندهم بقية السنة فيها تغييرات، يعني جدي، قوس، عقرب، هدول ممكن يحمل تغييرات، أما بقية الأبراج فرح تكون للسنة الجاي. كل عام وأنتم بخير، وانتي بألف خير. وانتي بألف خير يا مدام. مين الأشد كيدا، الرجال ولا النساء؟ لا النساء، نزلت بالقرآن يعني مو مزحة. إن كيدهن عظيم، إن كيدهن عظيم، هاي اعتراف شهد شاهد من أهله. لا لا النساء، أنا بحس الرجال قد ما كبروا صغروا من أطفال. بس بحس المرأة بتولد كبيرة عن جد.